صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا فسنت. ويمكن على مدى الأيام اللي فاتت مصر كانت حديث العالم بامتياز. كانت قمة المناخ في شرم الشيخ العنوان الرئيسي في كل وكالات الأنباء الدولية. الحقيقة أن مصر كانت على قدر كبير جدا من ثقة العالم من خلال التنظيم الجيد والمبهر، التنسيق الذي يليق بحجم الدولة المصرية، المشاركة الفعالة أيضا من قادة ورؤساء دول العالم، وأيضا من خلال عدد من الفعاليات والجلسات التي ناقشت كل ما له علاقة بتداعيات تغير المناخ في العالم وتأثيراته السلبية على الشعوب. طبعا ظهر أيضا ده من خلال عدد من الأيام الموضوعية التي خصصتها رئاسة المؤتمر، زي يوم الطاقة، زي يوم الشباب، شفنا أيضا يوم العلم، وشفنا يوم إزالة الكربون، ويوم التكيف والزراعة، ويوم الماء. 11 يوم، كل يوم كان بيتم فيهم تخصيص موضوع محدد للنقاش، وكان بيتم فيه أيضا طرح المبادرات والاتفاقات الخاصة بهذا الموضوع. الحقيقة زي ما أنت قلت يا مصطفى أن مصر نجحت نجاح كبير. صحيح. جدا جدا، مش بس في التنظيم، لكن كمان الشباب المصري كان بيصدر نموذج ناجح جدا جدا لشباب العالم كله. النجاح المصري في الحقيقة كمان كان في تحقيق شعار القمة الأساسي، وهو قمة التنفيذ. يعني خلال فعاليات المؤتمر مصر وقعت على 8 عقود فعلية لإنتاج الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وده طبعا مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. هنا لازم نأكد على كلمة سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في المؤتمر، لما قال أن مصر بتمتلك إمكانيات هائلة لإنتاج الطاقة النظيفة بتمكنها من التحول لمركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأن مصر كمان مستعدة أنها تتحرك وبسرعة لتلبية التخطيط والفكر المستقبلي لإنتاج الهيدروجين والطاقة المتجددة. ربما الكل بيتكلم يا فسنت على قصة الهيدروجين الأخضر، ولا يعلم يعني الجميع أن هو المستقبل في الطاقة المتجددة، اللي هي أصلا بتعتبر المستقبل بالنسبة للطاقة. الناس كلها يمكن ما خدتش بالها أن مصر بتخطط لإنتاج 8% من الهيدروجين الأخضر في العالم. يعني مصر من دلوقتي الهيدروجين الأخضر ده اللي هو مستقبل الطاقة، مصر في تخطيطات من دلوقتي أن احنا ننتج 8% الهيدروجين الأخضر ده، وقود حيوي زي بالظبط البترول وزي البنزين، ولكن بيتم تصنيعه عن طريق فصل المواد الكيميائية بشكل معين. خلينا نقول ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن عن اطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد. المنتدى ده هيتم بالشراكة مع رئيس وزراء بلجيكا. هذا المنتدى هيكون منصة دائمة للحوار بين كل الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين، وبين القطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل. طبعا ده غير المشاريع التانية مرتبطة بالطاقة النظيفة، يعني زي الطاقة الشمسية، زي طاقة الرياح. في أيضا عدد كبير أيضا من الموضوعات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر. عشان كده خلال هذا المؤتمر مصر وقعت مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات، وده بيعكس ان في اهتمام ايضا بالطاقة الخضراء والطاقة النظيفة، وان ده توجه الدولة المصرية عشان نحافظ على البيئة من خلال هذه الفعاليات ومن خلال هذه الأحداث. حقيقي يعني كمان الإنجازات دي كلها مصر حققتها في المؤتمر، لكن خليني كمان أقول لك يا مصطفى إن في يمكن مشروعات ومبادرات مصرية كان ليها كمان صدى كبير جدا في مؤتمر المناخ. وخلينا نتكلم بالتحديد على مبادرة أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وكلنا عارفين إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي هدفها الأساسي رفع كاهل المعاناة عن المواطن المصري في يعني مجالات عدة. يعني بنتكلم عن الصحة مثلا، عندنا 100 مليون صحة الرعاية الصحية، وكمان يمكن إطلاق قوافل طبية لغاية القرى والنجوع والعزب للمواطن في كل مكان في أنحاء الجمهورية. بنتكلم عن سكن كريم، رفع كفاءة المنازل وبناء الأسقف لطبعا المواطنين المحتاجين. بنتكلم عن حاجات كتيرة جدا جدا، فرص عمل، مد وصلات طبعا الصرف الصحي ومياه، وكمان بنتكلم عن يمكن مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها اللي هي الريسايكلينج. المبادرة دي في الحقيقة بتراعي فكرة التنمية المستدامة و
وتقليل الانبعاثات الكربونيه في البيئه، ويمكن دي كمان من النقط المهمه جدا. نتكلم مثلا عن مشروعات تبطين الترع التابع عليه حياه كريمه، ودي بتحافظ طبعا على مصادر المياه وبتقلل التلوث، وفي نفس الوقت بتساهم في زياده الرقعه الزراعيه، بتحافظ على الاراضي من خطر التصحر. وكده بقت يعني المشروعات دي الخاصه بالمبادره كلها مهتميه بالمواطن وكمان مهتميه بالبيئه والتنميه المستدامه. عشان كده شفنا من كام يوم اختيار قريه فارس في اسوان كاول قريه على مستوى الجمهوريه صديقه للبيئه. بالتالي حياه كريمه هي في الاساس مبادره قائمه على التنميه المستدامه. يمكن ده السبب كمان في ان يكون في اهتمام كبير قوي بيها في مؤتمر المناخ، ويمكن شفنا النجاح الكبير اللي حققته في مصر النهارده. مصر بتقدم المساعده كمان للقاره السمراء افريقيا، وتصدير هذه الفكره وهذه المبادره لقاره افريقيا كمان. حياه كريمه بتنتقل الان لقاره افريقيا. على اي حال كلنا شفنا يعني ايام المؤتمر يا باسانتو، وهي كانت فرصه جميله جدا ل يعني اظهار الوجه الحضاري لمصر امام العالم، واظهار ايضا الوجه الأخضر لمصر أمام العالم، وتقديم شرم الشيخ كنموذج للمدن الصديقة للبيئة والمدن الخضراء، وتقديم أيضا عدد كبير من المشروعات. ما فيش شك أن الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة، والكل بيراهن على كده، سواء في الطاقة الجديدة أو المتجددة أو حتى الطاقة التقليدية، الكل يراهن على الشرق الأوسط، وبالتأكيد مصر هي في القلب منه، وبالتأكيد أيضا مصر في قلب أيضا المشروعات الخاصة بالطاقة الخضراء بالتحديد. حقيقي فخورين بنجاح طبعا المؤتمر والوعي الكبير اللي عند الشباب المصري اللي ظهروا في خلال هذا وهذه الايام اللي كان موجود فيها العالم اجمع على الاراضي المصريه. ظهرنا باحسن صوره، مدينه شرم الشيخ زي ما انت قلت مدينه خضراء 90% مدينه خضراء بالكامل، قدرنا نبقى موجودين قدام العالم كله، العالم كله يشوفنا بالصحافه بالقاده بكل في الحقيقه كل حاجه كانت بتحصل كانت منقوله من خلال طبعا الصحفيين والاعلاميين اللي كانوا موجودين على اراضي المصريه على ارض شرم الشيخ، وقدروا ان هم ينقلوا الصوره بشكلها الحقيقي اللي هو كان في الحقيقه شكل مبهر ومنظم جدا جدا. احنا بنصبح على حضراتكم صباح سعيد وصباح الخير يا مصر.